مرحبا بكم في الحلقة 17 من السيارة البيضاء التي سوف نركنها في المكان المناسب لها. إذن كيف سنخرج من هنا؟ سوف نرى المسار، ناقل الحركة إلى الأمام ثم إلى الخلف، نرى كيف سوف نخرج من هنا. هكذا إلى الخلف، إلى الخلف أيضا، إلى الأمام، سوف نعيد إلى الخلف هنا ببطء ثم إلى الأمام. أي مسسنا هذا البرميل، يجب ألا نلمسه. نعيد مجددا، شاهدوا معنا كيف سوف نجتاز هذه المرحلة، وهل سوف نستطيع اجتياز المرحلة بنجاح؟ شاهدوا معنا هذا البرميل الذي لمسناه في قبل قليل، يجب أن نتوقف، ناقل الحركة إلى الوراء ثم إلى الأمام، نتوقف إلى الوراء ثم الأمام. لمسنا البرميل مجددا، لكن سوف نعيد هذه المرة، سوف نصل. هذه المرحلة صعبة نوعا ما، يجب أن نتوخى الحذر. لا نسرع، ثم إلى الخلف، هكذا ثم هكذا. لمسنا البرميل. هذه الحلقة أو هذه المرحلة صعبة نوعا ما، سوف نعيد مجددا. أكدنا أن نلمس البرميل، ولكن سوف نمر، سوف نرى أين نحن الآن. إذا نمر ببطء إلى خط النهاية، لا يجب أن نلمس أي من هذه المسارات وهذه. إذن هذا هو خط النهاية، وصلنا. شكرا لكم، ولا تنسوا مشاهدة الفيديوهات التالية، وإلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh.
الأرض.